انا كل اللي يعرفني من صغري عارف ان انا اهلاوي، وانا بموت في النادي الاهلي من قبل ما اشتغل فيه، وسعيت عشان اشتغل في النادي الاهلي. انا سعيت عشان اشتغل في الاهلي، وربنا وفقني بالكابتن حسن حمدي، هو اللي عينني في جهاز الكوره. كابتن حسن حمدي علمنا ان كل واحد مسؤول في حتته. لو رحت اشتكيت من اي حاجه يقول لك روح لمدير الكوره، محدش يجي لي. ده تعلمناه، تعلمنا كل واحد ليه اختصاصه، ما يتعداش اختصاصه. ده من اهم حاجه اللي اتعلمناها من ايام كابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم. وعلى فكره الكابتن صالح سليم يعني كان بيجي يتفرج على البراعم هنا كل اسبوع ساعه، من حلاوه اللعيبه اللي كانت موجوده. كان معانا كابتن كروفر، كابتن بدر رجب، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن محمد السيد، دول كانوا في البراعم. انما لما جيت هنا كان في بقى مدربين عظام، مختار، محمود صالح، رمضان السيد، مجدي طلبة، شطة، كل مش عايز انسى حد عشان لو نسيت يبقى غلطان. انما دول انا جيت على دول دلوقتي بقى عمالقة في التدريب. كابتن صالح سليم كان قليل الكلام جدا. انا في موقف كان في رئيس نادي اسكو اسمه المهندس علي رخ، قال لي يا عبد الله قول للكابتن صالح ان الكارنيه بتاعي ما جاش. فانا قابلت الكابتن صالح وهو طالع، قلت له الكابتن المهندس علي رخا بيقول لستك الكارنيه، اكني ما اتكلمتش ولا اي حاجه. قبل ما رحت عند جهاز الكوره كان مدير النادي جاي بيجري ورايا، انت ما قلتلناش ليه؟ قلت له هو قال لي قول للكابتن صالح، ولا اكني كلمته ولا رد عليا ولا حاجه، بس هو قراراته في وقتها. طول عمره قراراته في وقتها. كابتن محمود الخطيب وهو معاه في الفرقه وانا معاه، كان انا الوحيد اللي بروح ادي ناس فلوس في بيوتها من غير ما حد يعرف. يعني كان مطلع مبلغ انا بوزعه على البيوت، ده ما كانش حد يعرفه ولا لغايه دلوقتي حد يعرفه غير انا وهو. في موقف تاني، واحد كلمه الصبح وكلمني بالبيت قال لي انزل بسرعه، في ولد والده متوفي وعايز يطلعه من القصر العيني وشوفه لغايه ما توصلوا البلد. جبت العربيه وحضرت نفسي وسالت الراجل انت فين؟ قال لي انا موجود في النادي. نزلت له قال لي بس هتكلم في التليفون، راح يكلم في التليفون ما رجعش تاني. عشان كده كان يقول لي ما تديش حد فلوس غير في بيته. ده طول عمر الكابتن خطيب كده. انا بقالي 38 سنه في النادي الاهلي من الدرجه الاولى لغايه والاشبال والبراعم، وكنت في الدرجه الاولى كان الكابتن حسن حمدي هو اللي عيني في الدرجه الاولى، وبعدين الكابتن محمد رمضان طلب من الكابتن ثابت ان انا جاي هنا معاه في الناشئين، فجيت معاه رحبت بيه بالموضوع واشتغلت مع الكابتن محمد ماهر، محمد رمضان، وبعديه الكابتن احمد ماهر، وكابتن زيزو، وكابتن محمد عامر، وكابتن عادل تعيمه، وكابتن شطه، وكابتن فتحي مبروك في الاخر. انا بس عايز اقول الاول من الكابتن محمد رمضان والكابتن احمد ماهر كان بيطلعنا اوروبا كل سنه بالبراعم. كل سنه بالبراعم. ايام الكابتن محمد رمضان طلعنا مارسيليا في فرنسا وفنلندا، كابتن احمد ماهر طلعنا النمسا اكتر من مره وطلعنا انجلترا. فكان كل سنه بطلع ببراعم السفريات دي، وكنا يعني بنجيب كل الجوائز من هناك المركز الاول. لدرجه ان مارسيليا ما رضوش يبعتوا لنا تاني عشان خدنا كل الجوائز. فدي حاجه. الحاجه الثانيه اللعيبه اللي طلعنا من عندنا لعيبه، كان في كل انديه الدوري الممتاز من عندنا لعيبه. ايام الكابتن احمد ماهر كان عايز يلغي تقريبا 87 ويطلعهم على الفرقه الاكبر. كابتن علاء ميهوب صمم ان دول يلعبوا، قال له ده مش كاملين، قال له يلعبوا، قال له خلاص انت ما فيش جهاز ليك، قال له انا هاخد عم عبد الله وانا وهو. والمفاجاه ان احنا خدنا بطوله الجمهوريه، مفاجأة بال 12 لعيب دول خدنا بطولة الجمهورية. الماتشات اللي أنا ما انساهاش، موقف في نادي المصري في بورسعيد.
الكابتن الخطيب ابتدى يسخن. طبعا المدرج كله هاج على الخطيب بالسباب يعني. نزل الملعب جاب جون بكعب رجله، كل المدرج ساكت ازاي ده جاب لغايه لما خلص الماتش. الخطيب ياخدها ويعدي من جمال وعاوز يشوط، عاوز يشوط الخطيب، يلعبها ببطن رجله حلوه لخالد جاب الله ولوحده وهيرفع يلعب كره عرضيه للخطيب حلوه بكعب رجله يحط الكوره على شمال عادل عبد المنعم. هقول لجماهير النادي الاهلي نصبر ان شاء الله هيبقى فريقنا قوي باذن واحد احد باذن الله، بدعم الجمهور بدعمكم جامد مع الفرقة عشان نقف على رجلينا تاني وإن شاء الله نبقى في الأحسن بإذن الله. من الناس المخلصة جدا 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 داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وداخل النادي الأهلي، عم عبد الله عيد 38 سنة من العطاء، ربنا يا رب يديك الصحة عم عبد الله. زي ما بنهتم بكل الفرق داخل القطاع